وينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة الدكتور رامي عاشور. بعد التحية دكتور، برأيك إلى ماذا تسعى الدوحة من خلال تبني سياسة دعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة على رأسها حماس التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهل البحرين الأشقاء. أنا الحقيقة الكلام اللي عايز أقوله بخصوص قطر هو يتوازى مع الكلام اللي حصل في شهر مايو الماضي، إن الولايات المتحدة الأمريكية أصدرت قرار بفرض عقوبات على كل حكومة أجنبية أو كل دولة بتدعم الإرهاب وبتدعم سياسات مناهضة للسياسات الأمريكية. طيب النواب الحاليين في الكونجرس الأمريكي لما قال عايزين يطبقوا الكلام ده، كان الدولة اللي ظهر في الصورة دولتين، كوريا الشمالية وقطر. كوريا الشمالية بحجة انها دولة مارقة وبتدعم النشاط والتهديد النووي، وقطر بحجة انها بتدعم الارهاب. طيب عشان بيدعم الارهاب كان لازم في دليل على تدعمها للارهاب، استندوا للدليل ده الى حركة حماس، دعم قطر لحركة حماس ودعمها للاخوان المسلمين. بل ما يؤكد دعم قطر لحركة حماس هو تصريح وزير الخارجية القطري نفسه، ان هو كان التصريح اللي كان بيدافع فيه عن قطر لما قال للاسف يعني قال ان قطر بتدعم شعب غزه دون ان تدعم حركه حماس. طب هو التصريح ده في حد ذاته هو اعتراف من وزير خارجيه قطر بادانه قطر في دعم حركه حماس، لان هو ازاي قطر هتدعم شعب حماس او شعب غزه متاسف الا من خلال التنسيق مع حركه حماس. لا يعزز الدليل ده هو الدليل الاخر لاستضافه قطر قيادات الاخوان المسلمين في مصر، قيادات الاخوان المسلمين المصريين اللي هربوا من ايام فض رابعه وايام ثوره 30 يونيو اللي حصلت عندنا في مصر، من ساعتها لحد النهارده قطر هي اللي مستضيفاهم. لما نربط الدليل ده رقم واحد برقم اثنين، ده يصبح للمشاهد ان قطر هي دوله راعيه بالاساس للجماعات الارهابيه والجماعات المتطرفه، وفي نفس الوقت اللي هي بتعزز على او بتنشر الارهاب في المنطقه. لكن خليني اتكلم بايضاح اكثر او اثير نقطه مهمه. نعم، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان في نواب من الكونجرس عايزين يفرضوا عقوبات على قطر، لكن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية هتبقى مع فرض العقوبات على قطر ولا ضد فرض العقوبات؟ في رأيي أو في اعتقادي الشخصي إن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في استمرار الأزمة ما بين قطر وما بين الدول العربية، ما يعزز اعتقادي إن الولايات المتحدة الأمريكية بتستغل الأزمة في تمرير صفقات أسلحتها للسعودية من جهة ومن الجهة الأخرى قطر. مستغله القاعده العسكريه الامريكيه، اكبر قاعده عسكريه امريكيه في الشرق الاوسط موجوده في قطر، وقطر بتستغل طول الفتره في استنفاد الدعم الايراني والدعم التركي لتأجيج الازمه واضعاف السعوديه، بس ده بيصب في نقطه ثانيه، مصلحه الولايات المتحده الامريكيه مع كل من السعوديه ومصر والبحرين والامارات. اذا كانت المصلحه دي اكبر من مصلحتها مع قطر، دعني اقول لك بكل صراحه ان الولايات المتحده الامريكيه ستفرض عقوبات على قطر. نعم دكتور رامي، لنتحدث في ضوء هذه المطالبة بفرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب التي طالب بها أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي، هل تطبيق ذلك يمكن أن يكف يد الدوحة في دورها التخريبي تجاه جيرانها وأيضا محيطها؟ هو طالما لو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي تملك سياسة العصا والجزم مع قطر، الولايات المتحده الامريكيه من يعني خلينا اتكلم بمنتهى الامانه، من يقدر على منع قطر من استمرار تهديدها للدول الاخرى هو من يملك القوه. اذا كان هناك تهديد للامن القطري او تهديد فعلي باستخدام القوه ضد النظام القطري، سيتم اجبار النظام القطري على وقف تهديده للرباعيه العربيه. نعم. وفي نفس التوقيت يعني خليني اضرب لك مثال بسيط، ما يحدث في سوريا لولا تدخل روسيا بالقوه كان نظام داعش كان سيطر تماما على سوريا، وكانت الدول الراعيه للارهاب كانت تمكنت من سوريا. بالمثل انا اتمنى انه بالمثل يحصل في قطر، انه يحصل تصعيد عربي ضد قطر حتى لو تهديد بالتدخل العسكري. من القاهره استاذ العلاقات الدوليه والامن القومي بجامعه القاهره الدكتور رامي عاشور، شكرا جزيلا لك.